مساء الخير. نورة. معالي وزير السياحة المصري محمد يحيى راشد، معالي وزير الآثار المصري خالد عناني، محافظ الأقصر السيد محمد بدر، أمين عام منظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي، عالم المصريات الغني عن التعريف الدكتور زاهي حواس، السادة أعضاء مجلس النواب المصري الأفاضل، الحضور الكريم من أرض الحضارة وفي عبق التاريخ من أكبر وأعرق معابد مصر القديمة، أهلا بكم في الحفل الختامي لاجتماعات منظمة السياحة العالمية، ومن قلب معبد الأقصر معبد الحضارة والتاريخ الفرعوني العظيم نرحب بكم جميعا في هذه الليلة الرائعة. معانا مستر مندوب شيخ مناديب طرفكو ومستر شوقي خبير اللغة الروسية. بس في الوقت